نروح للاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، اللي أعلن النهاردة عن ضم رياضة الباركور لمسابقاته الرسمية خلال الفترة اللي جاية. المسؤولين في الاتحاد المصري للجمباز بدأوا في العمل على تفعيل نشاط اللعبة من خلال تنظيم أول دورة دولية لمدربي الباركور خلال الفترة من 26 ولحد 30 سبتمبر الجاري في المركز الأولمبي بالمعادي، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والدولي للجمباز، وهيشرف عليها رئيس اللجنه الفنيه للباركور بالاتحاد الدولي للجمباز. اللعبه هيكون ليها منافساتها الخاصه، وهيتم تكوين منتخب خاص بيها خلال الفتره اللي جايه. والباركور في الأصل رياضة فرنسية بتعتمد على القوة والسرعة، وأغلب حركات الجمباز اللي موجودة في الباركور بتمارس في الشوارع والطرقات، يعني تقريبا هي شبه الجمباز بس فيها حركة أكتر في الحركات. يعني اللعبة منتشرة كمان في مصر بشكل كبير رغم صعوبتها يمكن، بس بنشوف أولاد كتير بيلعبوها في الشوارع. طبعا حاجة جميلة بالتأكيد، وأي لعبة جديدة بتدخل بتبقى لطيفة، خاصة الحركات اللي فيها حركة أكتر ورياضة أكتر وفتنس أكتر بتبقى مهمة بالتأكيد.